ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ استنى عشان املاح. فرج الله يا حلوين. يا عيني يا ري تتير تتير مالكش النوم اللي هنا بتطلع تناموا في سريرك الله يقطعكم. Mm.
الو. لا نام ازاي؟ اهو انا معاك اهو. اقول لك ايه، سيبيني انام بقى عشان انا تعبت من الكلام ده. اوه اخ بيوتكم، فين البتاع؟ راحت اهي. انت ايه اللي اخرك كده يا مرسي؟ انت كنت فين؟ كنت بجيب لك حقك يا عباس. حق ايه؟ امسك. ايه ده؟ فلوسك، كل دي فلوسك انت. جبتهم منين دول؟ من بيتك يا عباس. انت رايح تشحت عليا يا مرسي؟ لا انا شحت ولا مديت ايد، انا جبتهم بطريقتي. انت بتشتغل ايه؟ حرام هكون شغال ايه يعني؟ وضيف جوي، اتقابلت معاك في السجن في العراق وعشنا في زنزانه واحده، هطلع ايه في الاخر يعني؟ انت مش قايل انك مسجون سياسي؟ ما دي كمان سرقتها، سمعتكم كلكم بتقولوها، والسرقه عاوز السياسي، انا سياسي. تسرق فلوس ولادي يا مرسي؟ أنا لو حرامي يا عباس ما كنتش جبت لك فلوسك اللي جت عندك. أنا لو حرامي كنت سرقتك زي ولادك ما سرقوك، أنا رجعت لك جزء من حقك اللي ولادك كلوه. ده جزات إن أنا بحبك يا عباس. الفلوس دي لازم ترجع، أنت فاهم؟ ترجع إزاي؟ زي ما جبتها ترجعها يا مرسي. إزاي؟ وأنا صاحبهم من البنك، أنا عيني طلعت عشان أجيبهم لك. يعني أنا قاعد معاك الوقت ده كله وباكل حرام في حرام، وانا فاكر انك شقيان وتعبان عشاني؟ ما هو برضه شقي، هو يعني السرقه دي بالسهل؟ انا هرجع الفلوس دي. ترجعهم ازاي؟ بيبرس لو شافك هيبلغ البوليس. بعدين بقى الفلوس دي لازم ترجع قبل ما يكتشفوا السرقه. لا مش هيكتشفوا حاجه، انا شغلي نضيف، لا شباك مكسور ولا خزنه مفتوحه. بعدين هما مش هيحسوا بالسرقة عشان عندهم هم ما يتلم. انت شايف ان الفلوس دي حرام؟ طبعا حرام. حللها. ما انت فالقني بمشاكل سلوى ومحمود ومهجر، وعامل لي قلبك دار ايتام، كبشه من دول يحلوا المشكله، ونعمل سبيل ميه ساقعه، ونجيب عجل نذبحه ونفرقه على الغلابه، وانا توب على ايديك، بس خلاص، عايز خير اكتر من كده ايه؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ أنا مش طايق أشوف وشك يا مرسي. اتفضل يلا. يا عباس ده أنت اللي قاعد معايا. يبقى مش هقعد معاك دقيقة واحدة بعد كده. بوليس، أنا كنت حاسس إن هم قاطريني. افتح يا مرسي، أنا أبو الوفا. الله يخرب بيتك يا أبو الوفا. خير يا معلم؟ حد يخبط على ناس في ساعة زي دي؟ أصلي راجع من صلاة الفجر، سمعت صوتكو، قلت أصب. صباح الخير يا معلم. صباح الخير؟ النهاردة أربعة في الشهر. عارف، والله العظيم عارف. ولما أنت عارف فين الإيجار؟ حاضر من عيني. أنا مش عايز عينيك، أنا عايز الإيجار، ومش شهر ده هتدفع 75 جنيه. ليه؟ ما احنا متفقين من الأول على 50. والجدع اللي ساكن معاك ده كان في الاتفاق من الاول؟ الله،
واحنا نازلين في الكندا دي شقة ان شاء الله قاعد فيها 100 واحد، شقتي وانا حر. تبقى تتكل على الله انت وصاحبك، الشقة لازماني. الله ايه اتكل على الله دي، ما تخليك حلو كده وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم طولك يا روح، هات الفلوس وخلصت. ساعة زمن هتكون عندك، الشمس لسه مطلعتش، احنا هنطير. وليه ما تدفعش دلوقتي؟ ما بحبش اطلع فلوس قدام حد. ليه يا اخوي؟ بتتكسف؟ لا بتشائم. خلاص ماشي، ساعة زمن بالكتير والفلوس تكون عندي. تدفع 50 تمشي، تدفع 75 تقعد. سلام. انت راجل معفن. بس اديني 75 جنيه. منين؟ من الشنطة دي، بدل ابو الوفا ما تردنا من الشقة. الشنطة دي محدش هيمس منها مليم واحد لغاية ما ترجع زي ما هي كده لاصحابها. الراجل ده ما بيرحمش يا عباس، وبعدين يبقى معانا شنطة فيها دولارات واسترليني ومش عارفين ندفع ايجار اوضة. يا عباس هتسيبني لوحدي في الورطة دي؟ بعدين بقى انا كنت عارف ان انا مش هقول عليك. انا بعت كتب بخمسين جنيه، اتفضل اديهم لصاحب البيت وبكمل الباقي. طب اكمل الباقي من ايه؟ افتح لي الباب. هو انت؟ انزل يا اخويا انزل. هتنزل بالزوق ولا نزلك بالعافيه؟ هاته. اتفضل انت اصلا. خده على البوكس. سيود هتدخلها منين دي؟ يا استاذ واقف كده ليه؟ في حاجة؟ لا لا ما فيش. سلوتي اهلا وسهلا، اتفضل. صباح الخير يا محمد. يسعد صباحك يا اخوي. ما الاولاد مش هنا ولا ايه؟ لسه حالا خارجين يا اخوي. خير مالك؟ لا ولا حاجة، ممكن اطلب منك خدمة؟ عيني يا اخوي. تشيل الشنطة دي بس عندك. حاضر من عيني. ايه ده؟ فيها ايه الشنطه دي؟ فيها اوراق مهمه كده، واحد صاحبي سايبها امانه عندي. حاضر. خلي بالك منها يا محمود. ما تقلقش، ما تخافش عليا. هتشيليها فين؟ حطيتها في مكان ولا الجن الاحمر يعرف مكانها، تحت السرير. طيب استاذن. ايه امال طبق البليله العسل اللي انا شايلاه ده مين ياكله؟ ما هو ما يصحش بقى، الاولاد مش موجودين يعني. وما يصحش تنزل، ده انت توك طالع. أهل الحارة يقولوا إيه؟ مش طايق يبصوا في الشقة؟ زمان العيال جاية يا أخويا، ده أنت وحشنا قوي، قصدي وحشهم قوي. معلش يا محمود، دايماً ألاقيكوا كده. يا ريت يا ريت تقلقنا على طول، اتفضل اتفضل. أجيب البليلة بقى ولا أعمل شاي؟ ولا أي حاجة، ده هما خمس دقايق وماشي على طول. تمشي تروح فين؟ ده أنا ما صدقت لقيتك. أصل أنا إمبارح حلمت حلم كده يا أخويا مش فاهماه. قلت يا بت يا مهج، مفيش حد هيفهمهولك غير سلطفي. خير اللهم اجعله خير. قال حلمت يا اخويا ان انا عطشانه وبقالي سنين ماشيه في صحراء ما فيهاش حاجه وما فيهاش نقطه ميه، مره واحده لقيت بير. الله، يبقى ربنا اراد. اراد ايه يا سلطفي؟ العريس جاي. عريس؟
سوفي عريسه، معقوله؟ صحيح انا حلوه ولسه صغيره، لكن خلاص البنت بقت طولي، معقوله افكر في الكلام ده؟ مخك راح لبعيد قوي، انا بتكلم على لبنى محمود. لبنى مين؟ بنتي؟ يعني انا احلم والبنت تتجوز؟ طب خلاص خليها هي اللي تحلم وانا اتجوز المره الجايه. حتى الضحك باص من هي نضحك معاه. الله يخرب بيتك يا مرسي. قول ورايا وحيد وركز شويه، ما تتعبنيش بقى، انت وجعت قلبي. انت ايه ما اتغديتش؟ انا برضه اللي ما اتغديتش يا عم طاهر. انت اللي عاوز تتغدى، قول كده يا عم طاهر. بس يا ولا بلت ادب يا ولا. ها يا ست محمود، تعالي شوف ابنك تعبني قوي مش مركز معايا، ده ناقص غذا. هو برضه اللي ناقص غذا. قوم يا واد يا وحيد، قوم عشان تتغدى في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ يا ست محمود؟ خلاص يا عم طاهر ما تزعلش، هحضر لك لقمه. ايوه ربنا يكرمك، بس وحياتك بلاش النواشف، اصل وحيد ما بيحبش النواشف، يا ريت يكون زفر. قول ورايا يا سيدي. ألف أرنب، وعدنا يا رب. ب بطة، من بقك لباب السماء. ت طعمية، طعمية إيه يا فقر أنت؟ إيه طعمية دي؟ ماما هي إيه الشنطة السودا دي؟ لقيتها تحت سرير وأنا بنظف، بتاعت مين؟ دي أكيد الحاجات اللي بابا قال لي عليها هجيبها لك. ما تفتحهاش عيني. لا بابا قال لي، لا بابا قال لي هجيبها لك. بالله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر، ده كنز واتفتح. إيه ده إيه ده؟ ايه اللي جاب الحاجات دي هنا؟ هي الحاجات دي كلها بتاعت بابا يا ماما. بس يا واد لم معايا يا لب، لم دول امانه، حطوا الحاجات دي في الشنطه. شنطه؟ شنطه ايه دي؟ ولا خزنه البنك الاهلي؟ ابعد يا راجل، انت داخل بكرشك كده ليه؟ هو اكل بقى كده برضه يا ام محمود؟ معلش ما كانش العشاء، بس لطفي يستلم الورث بتاعه وتخبي علينا. هموت زي بعضه ياك، بس ينضنا من حب جانب. غيابك راجل حشر. بص يا بنت، هنا ولا هنا لحسن تكون حاجه واقعه. لا لا مفيش حاجه وقعت يا ست محمود، كل حاجه في مطرحها، كل حاجه في الشنطه. سيبنا في حالنا يا عم طاهر، انا مش هيقالك. ماشي ماشي يا عمو، ليا كلام مع حبيبي لما يجي زي لطفي. انا عرفت دلوقتي ليه هو بيغيب عن الحرم الاسبوع ويمشي ما يجيش ليه، عنده حق. يلا يا بنت خد اخوك وادخلوا جوه من قدامي. يلا يلا يا وحيد. يا ترى يا سلطفي جبت الفلوس دي منين؟ مليونير بصحيح. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. بابا خش جوه يا لبنى. سمعتيني يا بنت؟ خش جوه. الشنطة دي بتاعت واحد صاحبك زي ما قلت لي يا سي عباس؟ لا. والحاجات اللي فيها بتاعتك يا سي عباس؟ لا. طب خد شنطتك واتكل على الله. انت فتحت الشنطة. استغفر الله العظيم. انا هقول لك كل حاجة. لا تقول ولا تعيد، سيبنا في حالنا يا ابن الناس وخد حاجتك بقى. الفلوس دي مش بتاعتي. ما انا عارفة انها مش بتاعتك. يا لو كانت بتاعتك كنت انا هزعل ليه يعني؟ قصدك ايه؟ انت تعمل كده؟ انت تمد ايدك يا سلطفي؟ انت تسرق؟ انت فاهم ان انا اللي سارق الفلوس دي؟ لا، لقيتهم في الشارع. دي امانه وانا هرجعها تاني. امانه؟ وده مين يا اخويا اللي هديك كل ده تشيله عندك امان؟ بعدين هتفهمها معايا. لا بعدين ولا قبلين، حد الله ما بيني وبين الحرام طول عمري. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا ما سرقت الفلوس دي. طب جبت الفلوس دي منين؟ طمني، ريح قلبي.
أنا مش هقدر أقوله دلوقتي، بس ريح قلبك على الآخر يا محمود، عباس الدميري مستحيل يمد إيده على فلوس حرام. أنت مصدقاني؟ مصدقاك والله مصدقاك. حبيبي إيه اللي جابك؟ ده إيه المقابلة دي؟ يرديك المقابلة دي يا استمونجا؟ أتهزق في بيتك؟ لا يا أخويا ما يصحش. أنت عايز إيه؟ وحشتني، مش قادر على بعدك، بحبك يا جدع. أسيبكوا أنا بقى يا سلطفي وأعمل لكم الشاي. يا ريت يبقى رز بلبن يا استمونجا. يا جدع علبك الأسود ده؟ بذمتك جالك نوم امبارح؟ أنا ما نمتش طول الليل. الشقة وحشة من جيلك قوي بس يا عباس. أنا مش هنام ولا هيغمض لي جفني غير لما الفلوس دي ترجع لأصحابها. هترجع هترجع، أنا خلاص لقيت الحل. ابعدنا عن حلولك الزفت. اسمع بس، انا هرجع الشنطه واقول ان انا لقيتها عشان ناخد المكافاه ال 10% ونقسمهم انا وانت. انت مفيش فايده فيك، هتفضل طول عمرك نتن. خلاص رجعهم انت بمعرفتك. انا عايز اعرف انت ازاي سرقت الفلوس دي؟ دخلت الفيلا منين؟ شفت بقى؟ شفت ان كل صنع عليها اصول؟ اهو غرقان في شبر ميه ومش عارف ترجعها. سيبهم لي انا ارجعهم. رد عليا، ادخل الفيلا دي ازاي؟ هقولك. شوف يا سيدي، انت ما تقربش من ناحيه مدخل الفيلا دي خالص، انت تلف من ورا. هتلاقي حته مظلمه وساكته ما فيهاش صريخ نيويورك، هتقدر تنط من فوق السور. نفسك جوه الجنينة. ما يخرب بيتك يا موسى. بس اوعى تنسى الشنطة. تتسحب في الضلمة لغاية ما توصل الفيلا. من ورا بقى هتلاقي شباك الحمام. انت بقى وجدعنتك اتشعلق وخش. أول حاجة تعملها اتأكد إن محدش موجود، بعد كده تخرج على الصالة، هتلاقي المكتب في وشك، تاخد بعضك وبعداوة تتحرك ناحيته. شوف كنت هنسى، خلي بالك في السكة في ترابيزة هتلاقي عليها قصرية ورد، حاول تبعد عنها خالص. أول ما توصل المكتب افتح الباب وادخل واقفل وراك. في المكتب بقى هتلاقي رسمة كبيرة على الحيطة وراها الخزنة.
المفتاح ده تحطه مكان المفتاح وتلف الزراير على النمر اللي هقول لك عليها. لو بيبس وصل ما تخافش، هتلاقيه جاي سكران ومتطوع ولوحده. الله يخرب بيتك يا مرسي، هو ده اللي جاي لوحده.